في أمريكا وإحنا خلاص في الفصل الأخير، البرازيل فازت بالأمس على بيرو بهدف مقابل لا شيء وفي انتظار مواجهة نيمار أمام ميسي. هل ينجح ميسي اليوم في تخطي كولومبيا وكل فريق أو كل لاعب في هذا الفريق سواء البرازيل أو الأرجنتين بيسعى للفوز بكوبا أمريكا لأول مرة، رغم أن طبعا البرازيل لها باع طويل في عدد الانتصارات والإحراز البطولات في كوبا أمريكا ونفس الأمر للمنتخب الأرجنتيني. طيب مباريات اليوم النهاردة عندنا مباريات مهمة في نصف نهائي اليورو ونصف نهائي كوبا أمريكا. نصف نهائي اليورو المباراة المنتظرة، المباراة الكبيرة، إيطاليا مع إسبانيا النهاردة الساعة 9 مساء. نصف النهائي بنسبة كبيرة الفائز في هذه المباراة هيكون مرشح بنسبة أكثر 90% في الفوز بالمباراة النهائية، رغم أن طبعا طرفي النصف النهائي الآخر فريقين بالتأكيد كبار في أوروبا، لكن إيطاليا وأسبانيا عاملين نتائج متميزة وبالأخص المنتخب الإيطالي. كوبا أمريكا وفي فجر الغد بعد منتصف الليل وتحديدا في الساعة 3 من فجر غد الأربعاء، كولومبيا هتلعب مع الأرجنتين. الأرجنتين على بعد خطوة من الوصول للفاينل، وزي ما قلت لكم الكل بينتظر مواجهة ميسي مع نيمار، وكان نيمار وجه الدعوة لميسي في انتظارك في المباراة النهائية لكوبا أمريكا يوم السبت القادم. هل ينجح ميسي في تخطي عقبة كولومبيا، خاصة أن مشوار ميسي دائما مع منتخب الأرجنتين عكس مشواره مع فريق برشلونة، دائما المنتخب الأرجنتيني مع ميسي نتائجه سلبية، فهل ينجح ميسي مع الأرجنتين في تخطي كولومبيا والوصول للفاينل؟ ده هنتابعه النهاردة أو تحديدا فجر الغد بإذن الله عشان نشوف مين هيكون طرفي نهائي كوبا أمريكا، البرازيل والأرجنتين ولا هيكون البرازيل وكولومبيا.